طاجن عندنا غير أي طاجن. النهاردة هنعمل طاجن فراخ بالبسلة والجزر، طعم وريحة ونكهة. تعالوا نشوف هنعمله إزاي. 4 معالق زيت ومعلقتين زيت زيتون، بصلة كبيرة مفرومة، ننزل الفرخة، كزبرة وبقدونس، ليمون مخلل، فصين ثوم، معلقة جنزبيل، معلقة فلفل أسود، معلقة ونص ملح، نص معلقة زعفران. هنقلب، هننزل الجزر، بسلة، هنقلب الخضار مع الفراخ، هزود المية ونقلب، وهنغطي الحلة ونسيبها لغاية ما تستوي. وده كان طاجن الفراخ بالجزر والبسلة، أتمنى أنه يعجبكم وتابعوني دايماً. جميع وصفاتنا موجودة على موقع الوصفة.com.